مساء الخير مساء المحبة مشاهدينا الكرام تحياتي لكم وحلقة جديدة من برنامج مع الفارس وحلقتنا إن شاء الله اليوم تكون مختلفة لأن ضيف البرنامج مختلف جدا وأنا أحبه وقريب على قلبي أمير علي مساء الورد نورتني مساء الخير مرحبا أستاذ فارس الله يخليك شو أخبارك إن شاء الله لك أشكرك نورت شرفت تسلم الله يخليك الله يخليك خوش حال بوم كتوم بيني أم كاتب باش زور كتومبيني. سباس أم سباس سباس كاتب سباس. أم جنابته بسلام جباش باش وسباس بوجنابته خوش بي أبي إمرو بكرد يوب عربي باش شو شم النابي شماني ايه بعدي عربي باش زور زور باش مير علي يعني كتوم بينا كم جار قسم كرد لقلت با عربي عربي زور باش شون شون عربي فيربوته من لا أتولانم بلام لا موسلو بغا جيعهم لا موسلو بغا لا موسلو صارشن صاريد نوتوس تهدو هزار حوض صلب نوامه مكتبة كد عربي مكتبة كم بس عربي ودراساتي عربي بوا طبعا ابو من زور باجو دبر في الاسباني عربي بو اها برادرت عربون برادر مهمي عربون بتاكيد آه. بعرب

تو تمني مراحقي همو كسك آه. اتر بعضا كسك انا اسي او ابي ابش فتره زمنية اه ووعدتهم قول بالزواج نظن بكونديشن الاولمبي لا لا ما 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 وعدتهم بالزواج <applause> يعني تو هاي الفتره <applause> يسمون <applause> بكونديشن الاولمبي <وعدتهم> بالزواج <تصفيق> <بكولبيه>؟ <تصفيق> بكوريا بكوريا تمني مراحقي آه. تمن ايش مراحقي بس شو بليتو آه. كسك بكسك الله يوم طاعه الزواج ده كم آه. شو ده فتيك ان شاء الله والله هي او بكلك نعد بابش مدانيك <applause> بكنك شو اتوت <applause> بخوا من بكاس النوتو. اوه. شي بخوا. ازاني <applause> بوشي. بوشي. آه. فترة فاتري مراحقي فاتريكا آه. هيش انسانك واعينية تاتو بغيتا برناريكي طواب. اساييتو اجر بهركشي اجتي واجب. اه. اما قسيكتو اما فاتريكي مراحقي. اي كي وعي بويت. كا بويت. كي سي صال كا برناريكي. آه بشو سي صال بويت. بشو سي صال زواج آه. كرت. ايش اه والله عجلت شيء ليش مستعجل؟ والله شو اقول لك ما اعرف هذاك الوقت قررت وتزوجت وخلاص صار؟ اي والله ما تندمت؟ لا ما تندمت شيء بكردي؟ يعني باشيماني باشيماني؟ لا ها اختيار 100 100؟ الحمد لله الحمد لله زين شو تغني <تصفيقية> والله بالكردي بالكردي شو تحبون اغني لكم؟ ترسم ست بيليم أبو ببوره بوخو يعني عشاقه لا 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 هي تعرف اه ببوره أبو برناميه اه ببوره استعاجزة بيليم بليم لا لا زنابي اه قول كي كردي الاغنيه حتى احنا حكينا قبل بالكردي حتى نفهم مير علي من الفنانين الراقين اشكرك انا استغربت من موضوع التقيت بالملحن الكبير هالكوت زاهر قال انه مير علي من اهم ثلاث اصوات باقليم كردستان بل بتاريخ اقليم كردستان انت اهم ثلاث اصوات يعني انت صوتك اهم لله. من زكريا هاي هاي شهاده اعتز بها وطبعا يشرفني انه استاذي هو يحكي لي لانه انا تلميذه واول ما ابتديت وياه طب صراحه يعني لا خلينا نبديها شويه حتى احنا هسه جاملنا بعض وضحكنا وتونسنا أيه خلينا نبدي يعني من 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 ملحن مثل هالكوت زاهر يقول مير علي من اهم ثلاث اصوات بتاريخ اقليم كردستان طيب يعني موجود حسن زيرك موجود زكريا عبد الله لا، انت موجود قران صالح موجود اسماء أدلي. ما أنزل الله بهم سلطان انت شو اهم ثلاثه اشخاص بالتاريخ هو يمكن من خمس مطربين يمكن انت هاي الشغله والله قال لي ثلاثه بعدين اوكي خمسه مو مشكله انا وياك هو قال ثلاثه احنا قلنا بعدين خمسة نسوي خمسه اوكي شوف انا وياك اول شيء الاستاذ الله يرحمه الاستاذ الكبير الفنان الكبير حسن زيرك نعم. من اهم المطربين هذا واحد واحنا ما نقدر نحكي ما, ما نقدر نقارن نفسنا وياه الثاني من مع اي هل... مطرب يعني شوف بكردي والله ما زاروتي دنجي خوت اهم سي دنج بكردستان تو بزامبلي <applause> آه بالتاريخ همو... بنا وكان نينين بس تعرف شلون بدل بالتاريخ؟, ب... بالتاريخ؟ ازاني شلون؟ من اشتيك بجا بس بلا بالتاريخ تجيبها كردي؟ ميجو ميجو لما يجي كردا مثلا ما ما صار لما يجي بيانج كردا بينج بينج هنا مد ميرايك الا لاي من باش. يكما او يعني بينج خي بابل يا اوكي يعني شلون تو يعني صوتي تو دنجي تو جوان ترى زكريا لا لا لجو قران صالح رمن ريزم هي ابو حسن زيرك <تصحي> <تصحي> لناو لناو او تاریخ ته اټل ترچيه بكر دي با من بجنابت الله همو هو هنرمنداني ک جناب ناویندهني بریزه او هميان اټوان هم هنرمندي ګورن کاری جوانيان کړتوا له نو اساج د نو کومل گا له نو ميرجي کړده نو کساتيو او خر سايتي خو نه ما وصي ګورې ما صح سنجليق ما وصا او همو شانازيبي او اكيد اي ما هیڅ کس هیڅ له هنرمندګ مان ناتواني خومن بین اصلي او هنرمنده بل همو هنرمندیک وەکو توانای خۆی وە دەنگی خۆی تا چنێک توانای ئەوی هەیە کە باش گۆرانی بڵێ ک دەنگ ئەوە بێ دەنگێکی خۆشی هێت پرسیارێکم هەیەات فسە منناڵم بەشوهرت بە تاریخنا بەدەنگ بە ساوت ب تو سەوت ب قووتتە یان زکاریە من نخر ساوت ئەۆ سریەکە من ناتوانم خم لەگەڵ هیچ کەسێک مەقارنە بکبوو بۆ با من برزەناابگوڵ من وەکوو توانای خۆم توانای دەنگ خۆم لە دو ريزم هي لزور لزوربي هنا من دكان وباشتر أزانب بتوانات الأزانب بعربيش أو يعني مع احتراماتي للجميع شون مع احتراماتي لكل كل الفنانين ايه؟ يعني أني أشوف صوتي لأنه أني بعض الأغاني اللي غنيتها م? وموجود ويمكن حد تقدرون تسمعونها من الأغاني اللي أنا غنيتها ما شفت مطرب موصل على هاي الدرجة لو هاي المسافة الصوتية اللي يغني بيها أوف. يعني أني غنيت يمكن حضرتك اذا اذا انا متابع غنيت لي انشوده للامام علي كل شيء غنيت عندك هسه صلاح الدين الايوبي عندي كل شيء عندي طبعا انا متابعك مسوي لك اعداد جميل ومتابعك بس انت تقول يعني صوتك وامكانيه اللي عندك ما وصلوها لي هسه النوعيه اللي الاغاني اللي انا غنيتها <تصفيق> والنوعيات <تصفيق> الاغاني اللي انا غنيتها والمسافات الصوتيه والطبقات الصوتيه اللي انا غنيتها مع احتراماتي كل الفنانين بس ما شفت واحد وصل لهي الدرجه اوف وهاي ما بكل يقصد وهاي ما بكل يقصد آه. من لقى الرزم مم. هو همو هنر همو هنر مانديك تو خوي هي آه. صوتي خوي هي آه. دنجي خوي هي احساس جواني خوي هي بلام من همو او انا لليمن زور كسايتي جوان جوانو ريزم خوي هي وكو ميرا من وكو خو مالم بعضا هي كمن وتوما كما آه. وصلت بيلوديك داناوا باش وكو مسافاتي سەوت و تەبەقاتی بەرز ئەوی کە من وتوممە و خاستن ئەو شێوازە گۆرانیییە کە ما مساڵکەوت داینەوە هیچ کامێک لە هونەرمەندانی ڕێزم هەیە بۆیان ئەویان نەوە. یعنی بۆ شتەکە وازح بێت؟ باسی خۆمەکەم وە میرە ئاڵم یعنی هەیە ئەحتیمما لە هونەرمەندێکەکە بێ وەکو تۆنی زۆر بەرز بێت بشتوانی زۆر باشگۆرانی بڵێ بەام بەڵام میرە شتێکی وتوە کە لە من لەوانم نەبیستووە. اوه من باسی تنها خو مکم تاو جميل باش بالام لگل هیچ کسی خو مقارن نکم یعنی همو هندر من باش پیگو مكاني خوي هي باش جمولي خوي هي باش ميره پرسیار کم بو تو هر لحن ورگی لما مصطحل الزهر زهب دو لحن لما مصطحل الزهر لا بله تو خزم ما مصطحل کود زهری نا 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 مجاملة ايكي نا نا باكسو خوي موسيقار وملحن قوريه تو ازاي من كن ما مستخو شي زور خوش من خويش. أو خوش اه وش تو زور خوش اه من ظالم ضيف برنامج بو وبرنامج كمان لمصر ترند بو من خوي بلد. من حزم ليتي بلا يعني تو دو صد لحن هل ما مستال كوت شي حاجه اجا من بابا جناب بلا من لسرتاي هاي سبيكر درم لقال ما مستال كوت, آه. و... كوت اه و اگر ما مستال كوت دەنگی منی پێ باش نەبوویە؟نگ زۆر خۆشە لەخوا بپاس ەکەم ئەو وش عاد ش ب خ من لەگەڵ ئەو دەستم پێکردووە لە بایەتی دەستپیکردنی گۆرانیمەوە تا ئەم کااتش بەردەوام بووم لەگەڵی و کار کارێکی شیکە بۆ کردێتم هەر میلوۆودکیکەەێت دو نابێتم، من ڕێک بەو شێوازە وتمە کە ئەو ببدی ببێ. پرسیارکە ینی بخریم کوردستان ئیممرۆ، ملحێنتر نییە؟ من سابوت لا لين بيت مثل راح اكمل ام ام لحنا جميل خوشه بيوليك بيوليك انا راح راح اكمل راح اكمل راح اكمل لك يا الموضوع ابتديت وياه ايه ولما هو ينطيني لحن بصراحه لما انا اغنيها ايه راح اغنيها مثل ما هو يريد انا قاعد هي... اقول له انه ليش انت قاعد تاخذ الحان فقط من الاستاذ هالكوت زاهر لان هالكوت زهر قرايبك انت ماخذ منه 200 لا لحن. هو مو بس يعني ادري ادري 200 لحن طلابه <applause> يعني شوف شنو ماكو غير ملحنين بقليم كردستان لا أحسأ راح احكي لك اياه الموضوع يلا يعني بالعربي العربي المهم يعني ابتديت ويا الاستاذ زين من اول ما غنيت من كان عمري 18 سنه اي وابتديت ويا ولحد الان لله ميتين وغنية. الحمد لله وصلنا ل 200 اغنيه ما شاء الله الحمد لله واشكر ف فديوم ما انطاني لحن مو قوي مو بس مو قوي اي لما اني اغني ما اغني مثل ما هو يريد النوعيه اللي هو يريد، الاداء اللي هو يريد، الاحساس اللي هو يريد، التمارين اللي انا اسويها، وهو يعرف الامكانيه الصوتي الحمد لله. هاي شغله انطانيها من ربي. والنوعيه اللي انا اغنيها والاداء اللي انا اسويها تختلف عن الاداء المطربين يعني اللي يسووها، ولانه هو الفنان لازم يكون هيك، يعني انت لما تكون فنان فيكون عليك يكون عندك صوت صوتك. زين. مو تقليد اي مطرب. والاداء اللي انت تسويها والاحاسيس اللي عندك والاحساس مم. الاداء اللي عندك لازم يكون هاي الشغله من يعني من من حنجرتك شخصي. زين. فاني آي عندي هاي المواضيع فلحد مم. الان زين وفي و وبحياته هو ما قال لي لا تاخذ من غيري. ما تاخذ من غيري لا. خوينا نالي لا هيك هيك كاتيك. آه. هيك كاتيك اقسينا كله تيتي زور اساي لقى الحر هنر ما عندكش لحني هر هر ملحني كش بليتوا جرينج أو أو لحنا أو لحنا بيك لبو بو بو باش بي يا لمستوى دنجيتو يا بيت زور باشا هواي مدحت دنجي هواي مدحت نفسك حسك باللقاء ومدحت حنجرتك أنا اسمعها شو حنجرتك شنو

جارة من دي جارا من دي جارا عاويلي بابا من احتوظك حساسيه جميل جميل لما ينفتح شويه راح اغني لك اكثر ايه ما شاء الله حسدناك لا لا سنة لا سنة بس, بس بس, يعني الله يتوصي بتشاوت شويت اه بتشاوت شويت 80 اتوانين اشتي كثير بلينو بس لانه يعني يعني ما ايه. صوتي ينفتح تمام <applause> اغنية بادنية راح اغني لك اياها يلا حتى يكون من خمدر يا كاكري من خم دریای کاکیری آوا ویش رو دیکسیری آوا ویش رو دیکسیری آوا ویش رو دیکسیری وای ریا

اخ والله اشكرك تسلم عاش هذا الصوت حبيبي اسامي اكو اقوى بعد ان شاء الله بالبرنامج ان شاء الله ان شاء الله ضروري طبعا, طبعًا نسمع صوتك ضروري طيب شوي تحملني عادي <applause> انت عندك 30 <applause> اظن اه ديو زين سي سي جوراني سي, ديو سي لقل خان ما هو نرمال اه لقل سي غوراني لقل غوراني بيجي هو نرمال اه لقل كيش دارت شيتو لقل كيش كان وايا دوي ادبيني لمسكوت بو امام علي بو نبي محمد عليه الصلاه والسلام رمضان 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 حسنى <applause> اللي هلا قال كيتشيت دواي درج الا مزقوت توتيت اه وحتى المزان. اذن منها حتى حتى تعرف حتى تاذن <تصفيق> <تصفيق> والله فدي شوي هاي بالختام هاي لا لا مو مشكله حتى طبعا اي الحين تصير حلوه للاذان هاي الختاميه لا لا عادي شلون راح اذن لك اياها حفظ لي صوتك انت شلون هنا ديوات كلها ويا البنات عندك ورقص وبنات بعدين اشوفك تغني بالمسجد وتنشد الامام علي عليه السلام يعني ليش ما نفصل شويه الدين عن كذا كمطربين؟ هو خلي الانشاد لاهله وخلي الغنى لاهله. يعني راح اجاوبك استاذ نزار، اول شيء الفن لما تشوفه الفن مساحه واسعه يعني تشوفه يعني بها كل الطرق. ايه؟ الطرق اللي انت على الحب، تغني اه النشيد الدينيه او حتى تاذن او حتى تقرا قران يعني هاي كلها يعني القران هاي شغله ثانيه مثلا تحطها على جنب نعم لكن كنشوده دينيه كانشوده دينيه كانشوده دينيه مثلا كلها بيها موسيقى ولحن وتلحين اوكي هاي اول شيء انا ك ك مثل يعني دا احكي على نفسي انسان اني متدين اصلي واصوم واقرا قران واطلع الجامع زين هاي مثل يعني دا احكي على نفسي يعني مثل يعني طيب. كشخص من ميره اني انسان متدين والنشود الدينية يعني هاي شغلة أنا أحبها جدا زين انت تقول انا انسان متدين واقرا قران واصلي، ايش جابك على هاي الكليبات وعلى هاي البنات وعلى الموديلات لا اللي وياك؟ مو عندك 30 ديو معك ادري 30 بنيه 30 بنيه البنات إيه 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 بس, إيه بس هاي هاي ما تحس اكو تضارب بالموضوع؟ لا, لا لا تعرف ليش؟ لانه هاي فين هاي انت تتعامل بس ب ب ب الوقت اللي مثلا انت عندك عمل مثلا اي ما انت قاعد تصوره ويطلع للناس حتى حتى لو تتصور هاي الشغلة يعني اوكي بس خلال ال ال الاغنية تتسويها او حتى الكليب ال ال اللي تتصورها او باب بردي الله بيت باب بظن باخذ شيء موت وين منو تنبيت انه سي فيديو كليب بتهالك الكيتري شيء قراني قال لي الين وكشو كش كان جوان نزور توي لما زقوت تو دري شو داري بامام علي عليه السلام شلون بي تو تبي من نوجا كام قران خانم شلون قال لي قال كشي دوي قال لمزقوت بينين او شلون <wariness> بيت با من ئە نکسە بک من پێوانە یەکەم ێت منوەکو خۆم وکو میرا کەسێکم ئەتوان بڵم لەدییانەوە و نزییککەم نوێژەکەم وگرم ئەوواگەمە وز ک بەڵامۆس فن دەریایەکە بۆ خۆی. یانی ئەمە وەکو بەحرێک وایە فەن. باشەکە وەکوو کاری چۆن بڵی سووددا ئاینەکانم کە کردووە ئەمە حەزێک بووە، وەکوو وەکو خۆم و زانیشمە تیاەر کەوتوو بوومە. یعنی من کە کارێکی سودێکی ئاینیم کردووە. خۆش بەختانە چی سەرکەوتوو بوو مەزۆر بۆ من باش بووە لەگەڵ ئەوڕژە هەر کاتێک کە کاری خۆی کاری ئەوی دریشم کردووە مەسەن کارێک بۆ لەسەر حەبوو غاممیات بووە. یعنی ئەبێ دیێرە لەگەلت یک دەرە چین حب و غامیە و وی گرری ببیێت تەکەڵ وتۆ لە چۆی دوایی ئەبی بووت نظرت ئەبی نابێ تو لەبانزانی بۆچی ئەگەر توۆ بەش نیە ئازانی بۆچی ئەبێ ئابرێت تو ئەمەەن هاوەکو تەسییلێککە ئەیک هیچ شتێکی ترنیە. ئەگەر کەسە بەرامبەرەکەش بە شێوازێکی تێب بکە بەڵام توو کلی بکانت من هیچ کلی بێکم لەو شێوازە نەبووە کە خەڵکی قسێگ لەسەرم بگە بڵێم میرە ئەوەی کردو ئەوەشی کردووە لە دووشی غڵەتە قەتوانە بووە بۆ لەبرێ من هەمیشە ئەتوانی سری کلیەکانم کەی ها سییان کردوکانوانت من کلیەکانم حەزم نەکردووە شێوازێکی ئغرا و. رود كرد نويك وما الله يقول انا طيب ملتزم, ملتزم دينيا و يعني انا ملتزم بصراحه وحتى الكليبات اللي اسويها ملتزمة يعني ما ما عندي كليبات بها مثلا بنات يمكن لبسهم شويه زين تحس بنفسك ملتزم طيب انت انشدت انشوده للامام علي عليه السلام عليه الصلاه والسلام كيف اجواء الانشوده كيف تم الاختيار الحان من الكلمات من هو ال هاي طبعا انا اعتز بها نعم و طبعا يشرفني ولي شرف نعم وهي شهاده ما بصراحه الهال الهال ال هاي ال هاي النشيد اللي احنا سويناها طبعا كانت من اختيار نعم استاذ هالكوت هو اللي يعني نعم هو لحن لحن الاغنيه جميل وكلمات وكلمات شو اسمه كريم العراقي لا لا مو كريم العراقي صلاح الدين الأيوبي, الايوبي الكريم العراقي صلاح الدين الايوبي الكريم العراقي شو اسمه هذا الانسان والله نسيت نرجع خوشناو اسمه خوشناو تيلو هو اللي آه. كتب الكلمات والحان استاذ الكود والتوزيع احنا سويناها بمصر مم. وطبعا هاي طلب خاص طلبوا من الاستاذ من زمان كانوا هم يعني بصراحه يحبون الاستاذ هو ملحن وشخص معروف على مستوى العراق. العراق بصراحه من الطلب؟ يعني هاي جهات معينه جهاد معينه طلبوه اني الوحيد اللي اقدر اغني الاغنيه العربي باللغه العربيه بشكل مضبوط الوحيد الوحيد اللي مع فن يعني المطربين وياهم اللي ويا, ويا الاستاذ يعني انا من بيناتهم من كل الفنانين بس عمار الكوفي هم عمار الكوفي هم صح كلامك صح بس يمكن كنطق الاداء الحروف اها دا اشوف نفسي انا مع احترامات العمار. العمار الكوفي هو صديقي وحبيبي وعزيز علي بس تحس نفسك افضل يعني مو الافضليه بالنطق الاداء يمكن احنا هايدا نحكي بيها يعني ببعض الحروف ايه. وخاصه نطق الحروف لما الواحد يغ... حتى اذا اذا كان واحد كردي يغني بالعربي صعب شويه زين فلازم يكون نطق الحروف مضبوطه ايه. وهاي انا جدا اركز عليها بصراحه جميل ف منكم وانشدت و... أنشدت. و ما ننسى هم الفنانه دينا همنا هي هم من نفس الشيء يعني تغني عربي كل زين جايين في موضوع دينا جميل لجميله دينا انا احبها جدا <applause> بس ك تحس ادائك جيد نقدر نسمع من, من, من نطق الحروف ده احكي طيب الاداء شغله ثانيه لا لا نطق الحروف نسمع <applause> كم بيت للامام علي عليه السلام ماذا انشدت وماذا قلت له؟ <applause> حنيف ربنا كرمه ناسيها بصراحة ده من زمان أنا مغنيها آه ما كثر ما نسجل ونسجل ونسجل نسيت الأغنية بصراحة شوية أوكي بس دلوقتي. عمل جميل هو موجود على اليوتيوب موجود على اليوتيوب والحمد نعم. لله وصل يعني مشاهد هواية هو الحمد لله الحمد لله والشكر نجح الأغنية وطبعا جاني شكر خاص من الجماعه ويعني الحمد لله الحمد لله ناخذ فاصل المهم المهم يطلع الاغنيه مهم يعني يطلع الاغنيه انشوده جميله هي كانت الحمد لله ناخذ فاصل راح احنا لازم فمن بعد الفاصل نتواصل خليكم ويانا يعني. شايف رجعنا لكم من بعد الفاصل ام كاتد باش كاتميره علي باش كردي كم باشا أن توزك دو كلاك دو يا زاني شون بلادر كانم هل عربن هل عربي قصاكم دقينا وانا سأل من كردي قصاكي أبي بكردي قصاكي أي توزك بكردي قصبك قصبك آه بعد جاء تلفونه كم بام ما قال والزاهر اللي هلا حبيبي شخ بارك وتنفي حبيبي شيء بتك بكردي قصبك قال من باب بكردي قصبك تصفي قوات بيت ما هلأ هل بعربي قصاك هل قصاك اه هل بعربي قصاك جاري وين مثلا رفيقي كيدت مثلا ميواني وميواني عربي دي آه دي. آه آه. عربي دي كده وميواني عربيه زانيه اكثر كده على بكردي كردي خصا اه بكردي اه الان بي هل بكردي خصا كده قلم؟ نجاحك كبير مع الاستاذ هالكوت زاهر حتى المشاهد العربي يعرف انه الاستاذ هالكوت زاهر بسنه 2012 اخذ افضل ملحن, ملحن في الشرق الاوسط صح على ما اعتقد انا كنت وياه وانت كذلك اخذت افضل مطرب افضل جائزه افضل مطرب إيه؟ لان انشدت يعني احنا شو اسماء الله الحسنى اسماء الله الحسنى من من اقوى الاعمال بحياتي اي وهذا المهرجان كل اربع سنوات كل اربع مرة سنوات مره يكون باسطنبول اي يصير باسطنبول بتركيا يمين. مثلا هم يجيبون كل الاعمال الدينيه اي أبقى أبقى انا شفت التقرير اظن شارك فيه وقت اكثر من 50 60 موسيقار صح اي اكثر من 50 60 موسيقار يعني هم ما يتجاملون ما عنده مجامله بالاختيار مم. فشافوا الاغنيه هاي النشيد الانشود. الانشوده الدينيه لا. اللي شافوها يعني كانت مو حي الله اي 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 انشوده لا يعني يجيبوها لا. لأ. صوتك انت جميل الحمد لله واشكر أشكر. استاذ جميل والاستاذ هالكوت زاهر وظفك بطريقه صحيحه ولحنها بتلحين يعني أنا كل مره من اسمع لحد الان مم. اقول الله عليك يا استاذ هاي شلون لحنته بس قل لي جميل وكانت صعبه بس وبالنسبه لي بالاستوديو انا ضليت تقريبا ثلاث سنة ثلاث ساعات ما شاء الله ثلاث ساعات بالاستوديو غنيتها ليش؟ لانه هاي كل 99 اسم اسم نعم الله سبحانه وتعالى فتجيب انت تلحنها ويا ميره تعال غنيها توظيف صحيح و... وتعال خاسد. غنيها ايه؟ واللفظ ما تغلط طبعا احساس بحبيها لازم باحساس ومقامات مو بس الله. مقام ومقامتين ثلاث مقامات ما أعرف بلحن سبع سبع نوعيات مقامات لحن بها جميل يعني السجا وال والبيات والنهاوند ون والحجازكار وال ما شاء الله. والراس يعني كل جميلة. شيء كل شيء بصراحة مبارك عليكم هذا أشكرك. النجاح أشكرك مبارك هو أخذ أفضل كبير. جائزة ملحن بوطن العربي وأفضل مطرب بوطن العربي أنا على الأغنية بصراحة تستمعوناتكم وأكيد مبارك أشكرك. عليكم روح لي سؤال ثاني قورانيه هي ابي قرانيت أه تهيا أه قرانيت تهيا قراني ا أه ناوي ببوره بلا وايا ببوره مي أه إيه قراني أه ببوره صار صالي 2008 هي كم البوم يقول إيه لي قلت له عندك اغنيه مشهوره بأقليم كردستان اسمها ببوره اي بمعنى اعتذر يعني اعتذر هاي الاغنيه من اول البوم 2008 اول البوم انا نزلته ب 2008 وهاي الاغنيه كانت من اهم الاغاني اللي اشتهرت اشتهرت بها زين هاي الاغنيه تهديه لمن؟ يمرو بشي علي ببورا أه طبعا بها بح... اوكي ما له كس اخر بكسيك. بكسيك. اخر وشي لحظه لما انت تقول على او على قناه على اي اي برنامج انت قاعد وتحكي أيه. لما تقول اني اعتذر من اعتذر منكم مثلا زين لاي شخص واحد تعتذر منه تطلع مني. هاي تطلع لكل الناس لاي لأ شخص واحد تقول له المن اهدي لك هاي الاغنيه ما اقول لأحد اني يعني انت هيك مغلطان ويا حد ماني ما عندي اي مشكله ويا احد واللي عنده وياي كيف على هاني ما عنده يلا خلاص شاولا ما بشر كلا تشاوم سردا مخا خا كان بيني قرياوم نيقراني من ويا زار الداوم نشلي ببورا ليد شاولا ما بشرمك يا لا سرد مخ كم بني جريام نجرنيم لويا زار الدوم ااغناش لي ببرالد اش آه. صوتك حبيبي اش احساسك اشكرك طيب غني لي اغنيه اريد اسمع اه منك اغنيه من المطربين الشباب اللي في بغداد او يعني كمطربين العراقي العراقيين كمطربين العراقيين اي العرب غني لي اغنيه نور الزين شايل <هني> غداره هاي انت <با> تحكي على الاغنيه هاي مع احتراماتي <غنيل معرق> لنور الزين الفنان نور الزين <هيه> بس والله أي ما حافظها انا يعني انت ليش؟ <applause> اسمع ماكو شيء انا ما <زين> اسمع غني لي اغنيه الغزوان الفهد جيناك بهاي هاي شنو؟ وهلك انت انت تريد تورطني ببعض الاشياء يعني انت ليش ليش انت احنا مو انت مو قلت الفنانين العرب يعني انت نور شنو لا هو ادري ادري لا 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 صوت عربي لا هو صوت عربي احكي لك لحظه خليني اكمل لك يلا كم انت تحشى على الفنانين العرب كلها مو لا العراقيين لا انت قلت فنانين العرب اوكي انا احسب كلامي أغني لي اغنيه الفنانين العراقيين زين انا راح اغني لك اغنيه مثلا للفنان الراحل الكبير استاذ ناظم الغزالي ما حافظ شي نور زين؟ ما احتراماتي للفنان نور زين لا والله بو بو, إيه بو قراي لي بنو، بكر بكوردي؟ بو قرينا لي بنور زين نور زين دور. من رزم هي بو شايل غدار بكردي؟ آه شلون؟ شايل غدار شايل غدار يعني آه شخوي بدا سويه شم 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 شاري استوي اه, آه مثلا آه 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 خنجريكي استوي <applause> <applause> شايل الغداره مو؟ اه اي سامح انت ما حافظ اي شيء منها؟ لا والله ما ما حافظه بس اسمع ماكو شيء ما اسمع يعني كل الفنانين يعني انا اسمعهم بصراحه واحب اصواتهم ويغنون اغانيهم كلش حلوه من اغاني الشباب مطربين الشباب اليوم حافظ يعني من الشباب مثلا احب ياسر عبد الوهاب صوته حلو ياسر قل على قلبي ما يخلينا عوفا يوم ما اشوفه يهد حلي و ترى عيوب الدنيا كلها بيك واني قابل بيك وانا قابل هاي احب هاي الاغنيه حلوه هاي الاغنيه لياسر عبد الوهاب جدا حلو من الاصوات الجميله الشابه احب صوته اللي صاروخ انطلق ياسر عبد الوهاب يعني عنده اكثر الاغاني انا احبها بصراحه أها. وحب صوت. صوته ليش... للشعب... واصل لكم اللي كردستان للشعب لشعبنا الكردي ياسر عبد الوهاب واصل اي واصل هو عفيه وعنده آه موال يغني على الام يعني كل دير بالك ما... على امك يا اللي بالك وياك على امك يعني هاي يعني كل مره من اسمعها عيوني والله تنزل الدمع منها والله والله العظيم يعني ايش آه. قد ما يغني باحساس ومره رحت على كنت بالطريق بسليمانيه وعائلتي وياي يعني. ايش ما سمعت هالاغنية ضليت ابكي <applause> يا أستر إحساس قوي بيها والله العظيم يعني ضليت الله اول امس آه اول امس سمعتها اني دير بالك على امك اللي بعدها وياك جدا احساس راقي بيها احساس واداء واللحن ايوه لحن هو هواي حلو ايه. اي طيب اذا اختار لي انت اغنية على ذوقك وغني لي اياها راح اغني لك اغنية الماجد ماجد المهندس اي البرنس هو انا يعني معجب بهاي بصوت استاذ ماجد يعني من اول أوه. ما طلع يعني بصراحه عنده اغاني أيه. قديمه مثلا مثل ما نسينا هاي جدا قديمه التسعينات أيه. مغنيه لكن كالبوم 2007 اتذكر والله وحشني موت اي وهاي كسر الدنيا هاي شعبنا هنا بيقدم كردستان يسمعوا هواي الماجد المهندس يحبون ماجد آه. اكثر اكثر الناس يحبون ماجد لانه يعني ماجد من الفنانين اللي عنده خامه الصوت مختلف واداء مختلف, مختلف واحساس مختلف مختلف يعني وشخصيه بصراحه يعني انسان على على مستوى جدا مهم عنده شخصيه جدا قويه جميل وانسان يعني ما اعرف شلون تحياتنا آه احنا نحيي من قلب صراحه كردستان من كردستان من اربيل ماجد المهندس الين شي بكردي شي بماجد المهندس بالجمله آه بكردي بالضبط سلا وريزي شي تايبت بهنرمند ماجد المهندس كهنرمند كي زور قوري براسك تحياتنا لماجد لا لا يمن زور زور لا يخلكي خلكي زور حزين اه لا اقليم كردستان زور حزين ليتي ما تاكيد بلا يعني من هركس كم بيستوى كسيك نبو بلا من thank ماجد majid khourji amu tana ba nada الله يقول بخلم كردستان ما مر عليه شخص قال لي ما أسمع ماجد المهندس ما أحب جميل وما محفوظ أيه طبعا يحبونه غني لي اغني لي ماجد المهندس راح اغني لك شي احساس احساس احسن يلا <applause> بين يدي وأحس انك بعيد ذوب حضاني مثل قطع جلي آه بين ايديا واحس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطع جليد علم العشاق كيف الحب يكون لا حواجز احلى طعم الحب اكيد زيد ناري خلي بجروحي ملح آه. خلينا سهر ليلنا لحد الصبح ما تفكر حبنا غلطة والله صح مش ما يعد العمر حبنا يضل جديد الله. بين ايديا واحس انك بعيد ذوب بحضاني مثل قطع جليد علم العشاق كيف الحب يكون لا حواجز احلى طعم الحبك طبعاً لا حواجز اجمل عاش صوتك وعاش احساسك من اليوم المطرب الافضل باقليم كردستان من الشباب البارز اكثر وان مو صوت وان عارف انت ايش راح تقول انه قصدك كصوت لا بس الاشهر منه بالساحه اليوم عندك تكون صريح وياي وتقول لي منه يعني في فنانين بالساحه موجودين وعندهم شهره هسه قويه امرو تشي لكردستان نمبر 1 نمبر 1 توسيديكا مشهوره زور بناو بانجا شلون همو اخر تو بناو بانجا زوره كسيك مي نا كسك بلي كسك بلي شلون امرو عليه توي طبعا خو من اول نزكي شانزه صاله من كاري هنري شكم يعني توي نمبر 1 إمرأة على كردستان نمبر 1 على على الشهره ده تحكي امم على الشهره اي على نمبر 1 على الشهره هذا غرور مو غرور ده احكي لك صدق يعني صدمتني ليش يعني في فنانين موجودين بالساحه يشتغلون اه لهم شو وعندهم اسم وعندهم شهره قويه العالم تحب اصوات يحب يحبون اغانيهم ويعني و هذا الولد يغني دنيا بي وفانية شو اسمه؟ احمد خليل احمد وحيد احمد أحمد, خليل احمد, خليل, خليل فنان مشهور احمد خليل وعنده عنده جمهور قوي انت تس... تز... توبا توب اشتري له احمد خليل دنيا بي وفانية يقول يعني هم الباب باب توب اشتري لي بلا اي انا بلا بتاكيد بونا توبا اشتري لي جورتت هي جورتت ليه؟ سيريكا سيريكا بعملش تكلم. طيب. خوي بناو وبانجا زور. خوي بناو بانجا. خوي دنيا بيوفانية. من من خوم yep. يك كم سانا <تسفت> آه. حسب لدقي أحمد خليلة. وجوراني كان يزور خوشة. آه. وزور إيش <تسفت> با. ها أوكي. يعني من إما هاورين. وأصدقاء. إحنا أصدقاء. أحب صوته و. وجدا انسان يعني ما اعرف شلون امدح هذا الشخص بصراحه عنده كل شيء باش ميران مطلبك ناوی میرانە. میران علی تو باشتر لە میران میران هو نەربندێکی زۆر چاکە هوندێک بەڵام تۆ تەن خۆشت من بە حمی ئەوەی لە پێش کاگ میران و لە پێش کاگ ئەحمد گۆرانی متووە ئەوان لە دوای منەوە هاتوون بس لە دوای تۆ بەڵام ئیسستا قاعدی ئەوانشون زۆر زۆر بەناو بانگین لە ناوی خۆیان هەیەش ورەی خۆیان هەیە بەڵام تۆ سریکە هەموو کەسێک هەوو هوەرمەندێک لە جگای خۆیۆی پ پێ هەوو سێک باشترە. حموه هنا أه. يعني كل اي مطرب أستم بالعالم افلام ايه يشوف نفسه النمبر نمبر 1 نمبر 1 واحسن من كل الفنانين، بس اذا كان هو بصراحه عنده صوت ويقدر يغني ومطرب وعلى المسرح ويسوي حفلات وعنده البومات وعنده اغاني لا انت تاريخ الحمد لله وشكرا في الكليبات وانا وياك لا او في الكليبات م. الكليبات والاغاني بالاستديو هاي شغله اي واحد يقدر يسويها لكن حلو. المطرب لازم يغني على المسرح لما انت شفت واحد عنده امكانيه على الصوت. الصوت على المسرح شاف نفسه يغني زين وعالم يحبون صوته مثلا اذا واحد قاعد دا يسمعك اذا ما 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 سلطن بصوتك فانت زين زين من البنات هسه من الشباب انت شلون اه لمبك ودي لك كان شي نمبر اوكي قراني خوش علي بناو بانك اما خاطر اما اما او هنر که اما قبلی نمبر وانن مثلا بودم که خاطر مرزی فرقی خواه فوی که کاملا زور جوریه. ایتر لذای خاطر لی فرقی تا اساس ماو ما و خواته مالی دریاش که تو اونم بالام باشترین دنگ نمبر لی فرق. باش ایتر دوای چیه؟ زورن لی هنر مثلا اما برز تر رسول که هنر زور باشا علی عمره چوبی آه فتاح براسی خاطر چوبی فتاح <متحدث> دينا خانه وهو نربنتي كي بلام عشان بلا اول دوي وانا وهاتوا وهو نربنتي كي تاغزي امرو دينا بانك خو شورت كي جواني هو وهو جواني باشا واتوانم بلام تو شي كورينت كرت لك دينا لا اختيار ملك الجمال العراق احنا احنا عشان عندنا اغنيه أه اني و ودينا, ودينا وادريس صالح نعم نشينا ثلاث اشخاص نعم. هاي الاغنيه سوينا على مهرجان ملكه الجمال العراق و نعم. آه وغنينا وكانت جدا حلوه بصراحه آه. الاغنيه و شو تحب دينا يا اغنيه تحب لها؟ آه من حزة كم لي قيسري مثلا عندنا عندنا هاي قيسري لبازاري قيسري او قرانيك هاي أو هاي الاغنيه يسموها الدبكه الكرديه مثلا اه حزب حزب الكرديه آه. بس ك... كعمل اكو عمل اني غنيته ويا اكو اني ودينا سوينا عمل مع بعض اغنيه ديو صبري ايوب الصبر الايوب الاغنيه اسمها صبر <applause> الايوب من احلى الاغاني يعني و... و... واكو اغاني مثلا احنا مغنينا مع بعض بس هاي الاغنيه جدا احبها واشتهرت اكثر زين اليوم كانتاج بإقليم كردستان كيف اليه الانتاج أكو شركات انتاج قويه تدعم الفن ماكو بصراحة قبل 2000 آه مثلا 9 2008 2000 وحتى 10 همينة كان اكو انتاجات ش... يعني كان اكو شركات ينتجون زين مثلا حتى التلفزيونات مثلا فين تي في آه آه كورك آه فين اظن حتى سووا آه آه انتاج لحسام رسام انا سويت عقد وياهم حتى هم الحسام رسام انتجوا يمكن هذاك الزمن هذاك الزمن وما كانوا ينتجون ويسوون عقد مع العرب. الفنانين يسوون ينتجونهم مثلا أغاني حتى ألبوم ما أدري والله أنا يعني من زمان ما يعني عندي ما يعني اليوم بغليم كردستان اليوم بغليم كردستان الفنان الكردي هو ينتج نفسه أكثر الأج... الفنان أكثر الفنانين يعني يوتيوب وقناته ينتج يعني نفسه يعني يعني أنت بعد ما تشوف الاقتصاد بالبلد نعم. بشكل عام تشوف الاقتصاد شوية مثلا نزل يعني وصارت الوضع البلد مو يعني على الاقتصاد لكن الفنانين احنا كالفنانين مثلا ننتج يعني من جيوبنا بصراحه طيب. اكثر شيء وتنتج يعني وتعرض على اليوتيوب و... وحفلات مثلا عندنا حفلات نسوي حفلات بصراحه طيب. فالفنان هسه اي شيء يسوي دي يسوي من جيبه بصراحه طيب احكي لنا بصوره عامه انت اليوم ايش تتمنى يعني شنو امنيتك العامه والخاصه نقدر نعرفها؟ يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى يعطيني العمر الصحه 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 آمين. وعافيه ومرتاحين حتى نقدر يعني نخدم الفن الفن الكردي الاصيل طيب يعني لانه يعني انا بصراحه صار لي من اكثر 15 من اكثر 16 سنه تقريبا 15 سنه 15 16 سنه اني بالفن ده أخدم الفن الكردي نعم. بكل الأنواع جميل فأتمنى من ربي إن شاء الله إني أقدر أخدم الفن الكردي أكثر وأكثر بصورة جميلة بصورة جميلة وبنوع إنه العالم تحبه والعالم تريده الحمد لله و وأخدم جمهوري اللي اللي يسمعوني واللي يحبوني مهم. وطبعا هاي جدا مهم الفنان آه يخدم جمهوره نعم. بفنه بصوته بادائه باغانيه طبعا فهاي هاي احلى شيء اللي عندي يعني بالحياه اللي دائما احب اقدر ان شاء الله اسوي عمل نعم جمهوري يحبونه زين قبل لا اختم عندي موضوعين اختم بهن اول شيء نختم بالاذان مثل ما وعدتني ابي اسمع الاذان بصوتك شفت لك على اليوتيوب مغني اغنيه انت ملك صح للملك سلمان المملكه العربيه السعوديه الملك سلمان العربية. صح شنو كيف كيف غنيت؟ حبا بالملك انت من كيف غنيت يعني كمواطن كردي شنو كيف بس هاي فتره شنو اللي صار؟ هاي كانت طلب خاص نعم من الاستاذ طلبوه نعم وهاي الاغنيه تراث تراث السعوديه نعم المملكه العربيه السعوديه اكثر الفنانين المغنيين حتى ماجد منهم من المغنية. مغنيه ماجد مغنيه هي من الحان رابح صقر وهو مغنيه اه كلمات واحد صح من الواحد الله يدري من الواحد <applause> <applause> الله <لا تصفيق> بس يدري من الواحد لا <applause> بصراحه لا كان الشاعر ما اعرف ما اذكر اسمه المكتوب صراحه واحد فتحياتنا آه هذا الواحد هذا الواحد اي تحياتنا له لكن الاغنيه يمكن اعتقد الاغنيه تراثي مو مو الحان علاقة صقر اني اني هيك ما اعرف هيك سمعت مره لانه اني دورت ما لقيت يعني انا آه 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 مكتوب لحن رابح صقر يمكن بس اللي انا سمعته يقولون هذا تراث السعودي طيب وانت غنيتها الى آه آه ل... ماجد مغنيها واني هم غنيتها فالاغنيه جدا حبيتها والاستاذ قال لي هاي الاغنيه آه خلي احنا ليش ما نروح مثلا نسوي عمل جديد؟ هاي الاغنيه مشهوره بالسعوديه نسمع شيء منها بصوتك انت ملك؟ آه ليش لا طبعا نعم انت ملك من قبل لا تصبح ملك وانت الذي تمر شعبك قدها الدار دارك والترى دارك الوطن كله لك حلوة حبيناها بصوت صوت ماجدين. يعني صراحة يعني ماجد يغني جدا حلو أي. واني احب صراحه الاغنيه حبيتها وغنيناها يعني كاشراف الاستاذ فشافها الاغنيه حلوه حلو قلنا خلينا نسوي نصور لها فيديو كليب ونزلناها والحمد لله والشكر صارت جدا شيء مهم واجوني يعني الـ الـ الرسائل من الاشخاص اللي حتى بالسعوديه المملكه السعوديه العربيه اشخاص هو, هو يعني ابعثوا لي لي رسائل ما احنا نشكرك انت فنان كردي تغني على الملكه السعوديه ف بصراحة فرح يعني وايد فرح بصراحة أحسنت اختيار موفق كان الأغنية أه ما لازم أختم خوش حال زور زور شاء أه إن شاء الله جاي يكون أجمل أشكرك وأحلى عكس. عليك تحياتنا أكيد للفنان الكبير الملحن الكبير الأستاذ هالكوت زاهر من, الم... آه من الملحنين الراقيين والرائعين واضاف اكيد للاغنيه الكرديه والفن الكردي بصوره عامه لان يعني قدر لان عنده تعاملات كبيره جدا مع هو اكثر شخص اللي عنده علاقات مع اكثر النجوم العرب صح العرب هو من خلاله مثلا ندخل ونسينا طبعا انت قلت راح نحكي عن الموضوع اللي الأغنية 2007 اللي هو هو نعم هو كان الاغنيه الوحيده اللي وصل الصوت الكردي نعم المطربه الكرديه على على الوطن العربي صح وعلي حجار علي حجار نعم ومن توزيع يحيى الموجي صح يعني كانت من اهم الاعمال اللي هو بهذاك الزمن 2007 يعني صح كان صحيح البداية صعب شويه انت توصل تجي بتجي بفنان كردي فنانة كرديه مع فنان مثل الاستاذ علي حجار أو 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 وصارت ولحد الان العالم يحبون هال جميله جدا فوصل الصوت الكردي عنده عمل مع سميره سعيد عنده مع سميره سعيد مع مياد الحناوي مع يعني جدا كثير مع من نعم الفنانين يعني حتى هو لحن ال والجسار صح وورد الجزائري الله يرحمه الله يرحمه حتى نجاة الصغيرة <applause> يعني يمكن وحشة لك المواضيع حشة يعني أنت تعرف لا إحنا حتى إحنا كعرب نقول من خلال شلون دخلنا يقين كردستان انا بالنسبه لي كنزال فارس من خلال الاستاذ هالكوت وانت نورتنا اقتحمت انت نورتنا الله يخليك فاقتحمت من هذا الباب ولا احنا نشوف لان احنا اني كفتره يعني انا بالاعلام صاير للاسف اشوف انه ماكو تعامل <applause> ما بين الاقليم كفنانين وما بين بغداد <applause> انا نتكلم بصراحه, انا أتمنى, اتمني اشوف فنان وشون اتمنى اشوف فنان عربي من بغداد بتلفزيون مثل روداو الكرديه أو بأي تلفزيون كردستان بس بس صاير هيك ترى قليل يعني قليل محاولات محاولات, محاولات قليلة, قليلة جدا لكن جداً جداً لكن اكثر الفنانين العراقيين محاولات جدا قليلة، أنا كنزار كمتابع ما شايف إذا أنت شايف أنا شايفه بس قليل ولا تنسى لا تنسى أستاذ ذار أكثر شونر أو بكردي بكردي بابلين يعني ايما من تشيموثي بكردي من تاسراء هونر من تشيي عراقي من بني وكوك بغاو هاد بيتا ايمار لكن كان ركان كردي مقابل آه. كردي آه. هيا بلام بكمي هي بلام آه. اوش ما بيد آه. زوربي هنر من عراقي كان آه. يا زوربي زور من آن بين بلا هول او هذا واحد احنا وياك احنا قاعدين لا 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 أصلاً يعني من اموي عظيم فنان اللي بغاك يعني ما بس من علاقاتي باش هيا من واليم اه خليني يجمعنا الفن انا احب اشوف فنانين عراقيين هاي مشكله كذاك الكرد آه عندنا آه في آه بغداد آه كعلاقات نكون ما بيننا وما بين بعض في هاي الفتره اللي مضت انا كمتابع جيد بحكم انه مجيئي دائما للاقليم ومنزلي اصلا كذلك واروح ونرجع فاتمنى هذا اللي يكون موجود عندنا صنع البكوردية يعني تو آه. من بيم خوش او علاقه آه. دروس بيت لبيني آه. هندر بندكاني هم خومان واني كورستانيش آه. ولكن لكنالا كاني ايوه مثلا برنامو بروغرامي ام بو بكريت آه. آه. حتى اواني ايما شو بين لبغا و برناموو میوانە لەگەڵ. ئسا من من بۆم کردن کردومە لەگەڵ زۆرب ناڵالەکانی عراقییم کردو. مەسنەوەکو کەناالەکانی ئەوانی کە لە بەدا برناموم لەگە کردوون لێرە لە هاورر ن بغدا زۆ بەس من خۆشحاەبووم ئەگەر بۆنەوەوەکو هو دە بندێک میوان بکرم لە کەناڵێکی عربی بێم لوێ برنامە بکەم و هەم بە کوردی و هەم بە عربی گۆرانی بڵم. چۆن ئسایمە برنامێک ماکر بە ع بە کوردی و عربیش گۆرانی ماوت ئەمە خۆی لە خۆیدا دەخۆشییر کە هەم بۆ جنااب. كتو او تنوع الدروس كردوا وهاتوي كالقلت شن هنا المدى شن هنا المدى شي كرد بروجرام وبرنامج اكي اما خويا خويا برنامج كي جوا سباز بوت دو برا هذاك قناه رودا مذيع كان هي لوي ناوي شاهو 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 امين شاهو امين ساعات هج درجه واه زور بقوا تمام شاهو احترام شاهو امين شاهو امين بقوا تزور لرودا درجه اه جا يكشد بجنابه بلا هم هنا لا لدنيا دا تڕقیەیەکی خۆی هەیە لە قسەکردن لە گۆرانی وت وای تەمسیلکردن لە شعر نووسین نتلحین یعنی هیچ کەسێک ناتوانانیوەکوستااه و پستایلێکی جاوازی خۆی هەیەسەکردن لە ڕاو لەوەستادن لەجد لە بەرکردن براممە ساعتهشت ڕوودا و ئەگەر شاهۆ نەبێ هەستەکەی یخبارنیچە ئمە دەرەچم لەگەڵ شاه لە رودااو من زوار باشە ئەمێ دەرەچمبلێ پێی نزار ئالەیە بەشااممین ئەم ەزار دێ بۆ ڕوودا و.

قلت له يابا ممكن تاخذني وياك على على الجامع، قال لي ليش؟ قلت له بس تحكي ويا الاستاذ ممكن اني اذن. اها قال لي بس ابني ترى انت يمكن ما تعرف، قلت له لا اعرف. ليش؟ جميل. اتذكر كنت اسمع عبد الباسط، الشيخ عبد الباسط عبد م. الصمد الله يرحمه. الله يرحمه. يعني كنت اسمع وهو كان ياذن لانه اتذكر ما اعرف يا سنه كان ما اعرف المهم معرف. فحبيت الاذان بصوت عبد الباسط اي سمعنا الاذان شلون ذكر دي امير بدا شلون؟ بانج بدا بانج اه بانج بدا بس تشاو تشاو تخش فيه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله عاش صوتك حبيبي أشكرك والله شكرا. فاجأتني واعتذر يمكن اليوم شوي ما اعرف صوتي تعبان ما اعرف ليش لا لا هذا تعبان <applause> بالعكس والله العظيم اداء اكثر من رائع وجميل اشكرك <applause> حقيقه جميل صوت يدخل للقلب دون استئذان انا مره والله قلت انه يعني اتمنى من الوقف الشيعي السني في المساجد اختيار اصوات جيده لاداء الاذان، حقيقه عندنا بالعراق انا اسمع من اطلع بالسياره والله اكو اصوات يعني مو جميله. ما تدخل دون استئذان. طبعا طبعا يعني كشرعيه المؤذن لازم ان يكون صوته جميل صح؟ بالاسلام يعني وها يقولون يعني, يعني, يعني بل... انا ما اقول شنو اليه اختيار المؤذنين بالمساجد؟ يعني كل من يزم سماعه وياذن؟ لا ما يصير مو يعني لازم صوت حرام. يكون جميل يعني حرام الواحد يأذن صوته مو حلو يعني ليش؟ أوف. الأذان شنو الموضوع؟ الأذان أنت لما تأذن بصوت جميل أيه؟ تخلي الواحد اللي ناسي أنه يصلي يجي <applause> <applause> يقول الله حسبت صوتك, صوتك <applause> يعني أنا صوتك دخل للقلب دون استئذان يا ما شاء الله عليه والله العظيم بالرمضان بر بر برمضان أكيد أكل الآف أجمل طبعا أنا بشهر رمضان كل يوم الفجر أنا بالجامع اليوم يعني نعم. كل فجر راح أروح على الجامعة وأذن أوي. آني أذن، فبصراحة من أذن خاصة الفجر نعم. إنه تشوف واحد يمكن نايم يسمع صوت آني يعني ما أقول صوتي حلو أي واحد لما يأذن لما يكون عنده صوت جميل صوت نعم. ويأذن أي. يخل الشخص اللي اللي مثلًا الأذان يستيقظ من النوم. يسمع الصوت الجميل بالاذان يقول والله هذا صوت لا يعني لا صوت لازم يكون جميل فانا اقول والله اسمع مرات بالمساجد عندنا هنا بالعراق اصوات يعني نتمنى تتحسن يعني انا من و... احيانا اسمع صوت مثلا ياذن اشوف صوته يعني جدا مو حلو الصوت أقول والله حرام هذا ليش ياذن؟ ليش يخلون ليش يخلون ياذن؟ الصوت لازم يكون صوت جميل حتى ياذن ضروري <applause> يعني انت بلال الحبشي الله يرحمه <applause> من من الصحابه النبي يعني من قال في الرواية انه كان أجمل الاصوات بتاريخ نعم صحيح الاسلام صحيح يعني هو لما كان ياذن الواحد لو كان تحت سبع طبقات أه الارض يطلع ان شاء الله يختارون مؤذنين جيدين لاداء الاذان شكرا نورتنا وشرفتنا تحياتي واني لي شرف و... 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 فرحت بوجودك الله يخليك يا استاذ النزار احنا فرحنا و... و ان شاء الله آه دائما اشوفك بهيك برامج حلوه وانا متابعه بصراحه كل البرامج اللي حضرتك بدها تسويها تدور قلبك يعني ما شاء الله عليك شكرا. والله يعطيك العمر والصحه ان شاء الله اجمعين شكرا واشكرك بس احترمت يا زور سباس دور سباس بجنابك تحياتي شكرا زور سباس. تحياتي لكم اعزائي المشاهدين اشوفكم على خير نزال الفارس المنطقة